ذهبت امرأة إلى السوق حيث يجتمع التجار، فاختارت واحد منهم وقالت له: هل ممكن أن تسدي لي خدمة مقابل 20 دينارا؟ كان مبلغ كبير. فقال لها: ما هي الخدمة؟ قالت: أن تذهب معي إلى القاضي وتخبره بأنك زوجي وتريد أن تطلقني، لأن زوجي ذهب إلى الجهاد والغزو قبل 10 سنوات ولم يعد إلى الآن، وأنا يا أخي أريد حريتي وأريد الزواج، وعلي أن أتطلق، ولذلك أريد أحد أن يذهب معي إلى القاضي ويقول له إنه زوجي ويطلقني. فوافق الرجل بحسن نية وذهب معها إلى القاضي، فسأله القاضي: هل أنت زوجها؟ قال: نعم. قال: وأين كنت هذه المدة؟ قال: كنا في الجهاد والغزو، ثم بقيت هناك وانشغلت بأشياء كثيرة جدا وعدت هذه الأيام. قال: هذه السيدة تريد الطلاق، هل أنت توافق على طلاقها؟ قال: هي بإرادتها تريد الطلاق ولذلك أطلقها. فطلقها القاضي. بعد أن طلقها القاضي وتم تسجيل كل شيء، قالت له: يا حضرة القاضي، وأين نفقة 10 سنوات وأنا أنتظره؟ وأين نفقة الطلاق أيضا؟ فسأله القاضي: لماذا لم ترسل لها أموال خلال هذه الفترة؟ فالرجل فكر، إذا قال الحقيقة للقاضي سوف يجلد ويسجن، أنه كذب على القاضي بأنه ليس زوجها. فقال: يا حضرة القاضي، أنا لم أستطع أن أرسل لها مبالغ لأنني كنت في بلاد بعيدة ولا يوجد بيننا مراسلات. فحكم القاضي عليه بدفع مبلغ 2000 دينار ثمن نفقة 10 سنوات التي غاب فيها عن زوجته. فاضطر الرجل أن يخرج مالا ودفع لهذه السيدة مبلغ 2000 دينار ثمن نفقة 10 سنوات، وخرج معها من المحكمة فأخرجت 20 دينارا وقالت له: هذه هي 20 دينار التي اتفقنا عليها. السلام عليكم.